وسط مخاوف من تدهور الوضع وخروجه عن السيطرة، أطلقت الفصائل المسلحة الفلسطينية مزيداً من الصواريخ على تل أبيب التي تمثل قلب إسرائيل التجاري، في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل غارتها الجوية على غزة وحشدت دبابات وجنود على حدود القطاع. ولم تبدو مؤشرات على أن العنف عبر الحدود المستمر منذ 4 أيام سيتراجع، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحملة ستستغرق مزيداً من الوقت. وامتد العنف أيضاً إلى الأحياء المختلطة بين اليهود والعرب في إسرائيل، وهي جبهة جديدة في الصراع الطويل، كما تعرضت المعابد اليهودية للهجوم واندلعت اشتباكات في شوارع بعض الأحياء، الأمر الذي دفع رئيس إسرائيل إلى التحذير من حرب أهلية. وقصفت إسرائيل في تجدد للغارات الجوية على قطاع غزة بناية سكنية مؤلفة من 6 طوابق في مدينة غزة، قالت إنها تابعة لحركة حماس. وأفاد مسعفون في غزة بأن ما لا يقل عن 83 شخصاً قتلوا في القطاع منذ تصاعد العنف يوم الاثنين، مما شكل ضغطاً إضافياً على المستشفيات التي تعاني بالفعل من وطأة فيروس كورونا. وقالت الشرطة إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط على بناية قرب تل أبيب، مما أسفر عن إصابة 5 إسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إن 7 قتلوا في إسرائيل منذ بدء أعمال العنف الأخيرة. وأكد متحدث عسكري إسرائيلي أنه يجري حشد قوات قتالية على الحدود مع القطاع، وإن إسرائيل في مراحل مختلفة من الإعداد لعملية برية.